جهاد. اه يا محمد. بالله عليك بتحضر؟ ايوه طبعا. زلمه احط لنا ايش نحضر؟ شو احط لك شو؟ احط لنا ايش نحضر خلينا ننام. يلا بالله عليك. وانا بيت جو العجب. شو؟ شو صار معك اليوم؟ والله لسه بدي احكي معها. احكي معها. شرطان. والله ليش في شرطان؟ تليفون في شرطان. الو. في الشبكة هون شكله في حرارة؟ احكي على الباب، احكي على الباب محمد. احكي على الباب؟ والله روح جيب لي اياه مش قادر اوقف. محمد. اه يا زلمة. بدي احكي بتاع المكيف. مود مكيف. يا زلمة. وين تليفوني؟ جهاد. شو؟ صار ساعة بتغير تليفوني؟ مش شغال مو شغال مو تليفوني. بدك تليفون ارمي لي اياه. هات ارمي لي اياه. ارمي لي يا زلمه. شو بدك محمد؟ ارمي لي التليفون. خذ يا رجل خذ. ايوه. ايه مالك يا زلمه مالك؟ ايه شو مالك؟ ليش ترميها؟ مش انت حكيت ترمي لي اياه؟ مش تكسره؟ طيب انت حكيت ترمي لي اياه يا زلمه. ايه بس كنا نغير. ايه معكم جهاد لحلوح و محمد زغور. وين هذا الزلمه؟ شو عرفت ابصر وين مشكلها طالع او هيو شرف. ايه اهلا وسهلا. مساء الخير. شوف على هالخلقه. شوف مساء الخير مخرج. مساء الخير جهاد. كيف حالك؟ يلا نبلش. طب دقيقه نبلش بس دقيقه. مش لحن النظر رحنا بالاستوديو. عفوا قاعد بتشكلها ليش؟ انا سوري عشان الاضاءه شوي وها. واقع ترى انت. هاي نظارة 3D يا محمد. مش نظارة شمسية. اشتريتها من اشهر الماركات العالمية. اشتريتها وزدت لي مفتاح. ايش مشكلها يا محمد؟ ايش مشكلها؟ مش معقول اشيل بجيبتي مفتاح سيارتي يعني. زلمة ارحم حالك يا محمد. ما احنا متربيين مع بعض. خش علي بمفتاح وجاكيت بدلي واجواء ونظارة 3D و... شو يعني عادي؟ شو المشكلة؟ عادي؟ شو المشكلة عادي؟ قلبت يا محمد. الله يسامحك يا زلمة. انا هيك دائما متعود انا عادي يعني. الله يرحم الله يرحم ايام القحف. انا؟ طب رد على التليفون. ايوه رد. ايوه الو. اه ابيض. هلا. اين عم بلبس؟ والله بدي اطلع انا وبابا. جاها في اللي جاها. لا بالرينج تاعت بابا. بالرينج يا مبقك. بالرينج الله يرحم. الله يرحم. بالرينج الله يرحم. ايام بكمات وسرافيس. مش انت بتشكلها بشكلها. احنا اجواء ومش اجواء. تنهارك يابا ويمان وبابا. مالك انا وبابا. شو التشكيل اللي عايش فيه انت؟ مرض. مش تشكيل مرض. انت ليش انخنقت؟ انت ليش انخنقت؟ فكنا من هالقصة. فكنا انت وين؟ اذا مد انت لحالك بتشكلها. بدنا نشكلها سيدنا النمرض. نعطيها اجواء وكذا وهيك وبابي وبيك. زيد احكي من اول. اسمع فكنا الاسبوع الماضي انت وين كاين؟ هاي قدام يعني كل اسبوع تسالني نفس السؤال يا زلمه. وين كاين؟ برن عليك. انا حاجز سويت تبعي كل اسبوع. السويت تبعي بالديد سي بالبحر. ديد سي. حاجز 5 ستار السويت تبعي. ديد سي يا محمد. مالك يا زلمه؟ مالك حد متحود يا زلمه؟ الله يرحم الله يرحم يا زلمه. اذا كنت بدك تفقعها طلعه تمام تفل من المدرسه وتروح تقعد بالحمه مع ريحه البيض. هناك اجواءك. همه وك محمد. ما احنا عايشين مع بعض. وانا وياك واحنا هالقد يا زلمه. نخافجك وعاجنك يا رجل. خافجك وعاجنك. تبي اطلع بالحر. اطلع انا بديش بدي اروح. حسب عندي موعد بصراحه. الله انك طايقه. من عروس الشمال فوق الساده استوديو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واللي بجيبتك هاته. يا الله ما أصلج وجهك ووجهه. شوفي بجيبتك يا أبو السعيد. الله لا يسلم بيك. مغز زبرة انت وياه. ما بيش شي بجيبتي. هذا زميلي جديد. زميلك المصلج الثاني. اليوم بدأ سولف سلافي عن ظاهرة عمو غريبة كثير ومنتشرة بين الناس. شو هاي الظاهرة يا أبو السعيد؟ ظاهرة ببقوا مش... التشكيل ببقوا مشكلينها. شو التشكيل؟
علامات ترقيم يا ابو سعيد. اسكت اسكت لا تحللش من عندك، اختصر خلنا نسولف. تشكيل عمو هاي لما يبقى الواحد هيك عايش الدور زياده عن اللزوم وبي شخصيه بمخه هيك خياليه بده يصير زيها. طب خاوة، طب يا بدي اعرف اذا الشاب مشكلها ولا لا يا ابو سعيد. الشاب اللي مشكلها هذا عمو ببقى ماشي لعندك بتحسه ماشي سلو موشن. سلو موشن دي سلو موشن يعني عرض بطيء، انت ما بتدريش الانجليزي. الانجليزي ما بتدريش عنه، وبتحس بهواء هيك بيطير بشعراته وكان نصلع بيطير وعي، وبتحسه بصور فيديو كليب. ومن اساسيات التشكيل عمو النظاره الشمسيه، صيف شتاء بلبسها، ليل ونهار بلبسها. بنهار امنا والدنيا شمس وبدك تحمي عيونك، بالليل واش بتلبسها مشان ظلك تبصبص على الرايح والجاي وما حدش ينتبه عليك. مكان جوا بلبسها. جوا يا ابو سعيد. جوا بالمول يا عمو، انت ترى وجهك مصلج اكثر منه. جوا بالمول ببقى قصدر ولابس النظارات زي هيك، شكله مثل الذبانه الزرقاء اللي بتشرب كوكتيل. يا ابو سعيد بتحطه بذمتك، بلكي في شغلات بعينه، عنده حساسيه. في شغلات بعينه شو مطلع من الدار؟ بالشتاء ببقى لابس جاكيته ورافع القبه تقول بده يضرب ضربه حره، مساوي حاله هذا كانتونا الفرنسي. وبالصيف بلبس جاكيته بدون كمام، والله ما داري شو اسمها، انت اللي ورا، انت شو اسمها؟ فستي يا ابو سعيد. فستي؟ هي الفستي. وصيف شتاء الكندره هاي بدون جرابات. ليش بدون جرابات والله ما داري، ريحه تجري بتعبي المنطقه. بس يجي يقعد معك بفرط جيابه فراطة بيطلع لك باكيت الدخان. التلفون بقى معه تلفونين، مفتاح سيارة مش ليه، مفتاح سيارة ليه، نظاراته. أنا مرة شفت واحد طال تلفون أرضي وحطه على الطاولة يم. يعني عمو هاي ما ظلش غير صندوق عدة فرطه قدامي، ما ظلش غير يساوي لي بسطة، فتح بسطة على الطاولة. ما بكفيش هاي السوالف، بكفي. تفضل. زيد فضلك معلم. معلم سياحة ضربة بالبلد، بدنا بعدتك تنشط لنا اياها. مشكلتك السياحة؟ نعم انا بنشط السياحة لكل اوروبا. جمالي اللجنة انا بدي اطلع رحله. والله بدها بدنا نطلع برا. روح عم قيس يا راجل انت، بدنا برا الاردن اكل، بدي اخذ المره ونطلع مع المدام. يا زلمه برا اسطنبول. جد اسطنبول راس انساني لسه بدقوش. هذا بالجنوب صح؟ اسمع الكل بنصح فيه. شو جنوب يا زلمه؟ اذا بتتساي تركيا يا زلمه. بس يا اخوان بس عاد انا سكت لكم من اول قاعده وانتم نازلين رحله ومش رحله واسطنبول ومدام ومش مدام. وقتك هسه كلها كلمة يا زلمة. الشمس بدها تطلع، رنيت عليكم الفجر قلنا لكم في سياحة في قصة. صرت رحلة ومش رحلة وام قيس وعجلون والسفينة و مالكو يا اخوان مالكو. روق الجبل رفع الضغط. ايه المشكلة، بدنا ننشط السياحة بالاردن. اردننا كبير محتاج سياح، بدنا ليرات. اعطوني حلولكم يا اخوان. انا عندي الحل، نعمل هيئة تنشيط السياح. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. شو مبنى جديد؟ ما احنا عندنا هيئة. نعمل مبنى جديد اربع وجهات حجر. بتفرق يعني السياح جايين عليها مش على البتراء. سكتوا يا اخي سكتوا. اختصروا والله بدي اسمع حكي زايد. اعطونا حلول ثانية، علم ثانية. انت حكيتها بدك ليرات صح؟ ايوه. كل بساطة يا بالبحر الميت يا بالعقبة افقع كازينو. اجانب بيلعبوا روليت قمار مصاري. الله ريت راسك يفقع. افقع كازينو ليه؟ انت يا زلمه مالك يا زلمه والله انا مجنون. اختصروا خلص مرة ضحك هسه. شو كازينو مش كازينو يا رجل؟ اسفيني معلم. ايه بدك تفضحنا بين العربان؟ مصاري انقروا من عندنا. اعطوني حلول ثانيه يا اخوان. علم شي مسخره قال سيبنا منهم، لا روليت ولا هيئه ولا اي شيء. ايوه الشوارع رشمها اعلانات. اذا مو وين ما تطلع هيك اعلانات. اذا مو قالوا لك يعني احنا قالوا لك يعني البلد مليان اعلانات. البلد مليان اعلانات، امشي مترين بتلاقي في قارمة. طلع ما بشوف شيء. سياحة ومش سياحة وابصر شو البلد ولا بشوف شيء. كيف؟ امشي مترين بتلاقي اعلان عن السياحة. تلوث بصري يا رجل، تفكيرك بدائي، وانت تفكيرك مش عارف وين. انت؟ ما مال. كحشتك المرة الماضية أنا؟ مو كحشك. إيه. آمل. شو جابك؟ ظل ملزق. شو جابك؟ إيه كيف؟ حلول معلم. واقفة عليك هي؟ واقفة كاين. لا آمل. طيب قاعدة ها؟ طيب. لا بس عندي حل. هسه بتعطيني الحل.
اذا ما كان منيح بتلف وجهك وبتقلب وجهك بدي اشوف خلقتك ماشي. ايوه ما قاري معلم، بس احسن من الحل البدائي والحل هذا. طب يلا اعطيني اعطيني بلا كثرة حكي اعطيني يلا. طلعوا بدائي تفضل. طلعت معلم. الشمس مشان الله خلص معلم. بتجيب رقصات بتعلم بالشوارع بالكافيهات و... والله يا معلم ما راح تلحق، ما راح تلحق معلم. خلص اسكت اكثر من اسباني راح بسرعه خلص زمي. راح تسكر انزلت اقلب وجهه اقلب وجهه طلع وجهه بتعلق على حلي. روح يا زلمه بتعلق على حلي. طب ناقشوا حلي. روح ما فيش مرة. اقلب وجهك اقلب وجهك بسرعه نرفز نرفز بسرعه 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 اقل ما فيها بسرعه ابوس ايديك وهذا الزلمه يجيش مره ثانيه علجني خلص. سلامتك يا معلم سلامتك. دفست ماي رواق يا اخوان رواق. رحت ما انجرت بعيد الشر عنك رواق. روق روق سياحة ها لازم يطلع لك رايك. انت توشنا يا زلمة بتكتك بس يا بده يروق انت بتكتك بس نرفزك بس انا لقيت لكل حل. يا أحلى منشطات هي تعطيها لوزارة السياحة حبة قبل النوم وحبتين خلال النوم. حاضر معلم. شو حابين نسولف؟ مرضت هسه مرضت ها طلعت اللي عندي أنا بصراحة مرضت. في ماك أرقيلي بالسيارة. انت معك سيارة ولا جاي بالتاكسي؟ لا وصلني اخوي. اه والله كمان انت شو بدك بدك ترجل قد ايه حامل؟ قد ايه معك مصاري؟ ليرة و30 قرش وانا ليرة و70 شو؟ انا عليك هاي بشارع الدفاع ليرة القيلة وكاستين قهوة شو رايك؟ والله فيه بيجي فيه قاعد يا روقان هسا كيف كيف كلها تشحيطات بشارع الدفاع على كيف يلا خلاص سيبنا من المرض مش تمرض علي هسا هنا مش تمرض طاقع لي 3D وخش على مش تخش عليهم شارع الدفاع هيك تشطب نشطب هسه.